وسهلا فيكم. شكرا، مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا فيكم. شكرا على الحضور، على وقتكم، على اهتمامكم ودعمكم المتواصل. نلتقي هذا المساء زميلي محمد عبد المتعال وانا لنتشارك معكم تفاصيل شبكة برامج رمضان على شبكة MBC مصر و MBC مصر. كل سنة طيبين، بشكركم على تشريفكم لينا. وأنا هنا عشان أجاوب على تساؤلكم وأنا تحت أمركم. إذا بتحبوا نبدأ مثل العادة، الاسم الكريم والمؤسسة الإعلامية مثلوها فلنبدأ. تفضلي ladies first. الميكروفون مش عم نسمع محمد، بليز. حلمي استاذ محمد عبد العال، السنه اللي فاتت قناه الحياه عملت برنامج مقالب لمحمد فؤاد عشان تنافس بيه رامز. السنه دي قناه الحياه وقناه النهار كمان عاملين برنامج مقالب عشان ينافسوا رامز، وتقريبا نفس الفكره او يعني بتدور حوالين نفس المنطقه. حضرتك شايف المنافسة هتبقى عاملة ازاي بين الثلاث برامج دول؟ شايف برضو رامز هيكسب زي السنة اللي فاتت ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ اولا المنافسة شيء صحي، خلينا نتفق على ده. انا مش في مكاني ان انا اقيم الاخر، انا بسيب تقييم الاخر ده للمشاهد. انا اعتقد وازعم انه رامز جلال اثبت سنة بعد اخرى انه ملوش منافس، وانه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا مديله الملكه دي وهو ملوش منافس. بزعم من السنه دي برضه وسايب الحكم الجمهور وليكم، انه برضه البرنامج بتاعه مختلف في الثلاثه زي ما حضرتك بتقولي جو، بس في جو وفي جو، مش كل الجو زي بعضه. في جو وجو، مش كل الجو جو. السنة اللي فاتت كان في بحر ومش انا بمناسبة الحديث عن برنامج رامز، انا في شخصين احب اقول لهم الشكر جدا لانه لولاهم بعد ربنا سبحانه وتعالى البرنامج ده ما كانش طلع. الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي والشيخ خليد الابراهيم. لولا الاثنين دول بعد ربنا البرنامج ده عمره ما كان طلع. انا مش عايز احرق الافكار بتاعه البرنامج، بس زي ما بقول لك في جو بيتصور في الجو وفي جو بيتصور على الارض، وبعد كده ناخد كتاويز والناس مرغوبه وحاجات كده. المشاهد هيعرف فين اللي متصور في الجو وفين اللي متصور في الارض. ايه الطياره اللي ممكن تساعد ان انا اعمل حركات بهلوانيه في الجو، والطياره اللي مش ممكن تساعد على ان اعمل الحركات دي في الجو. كل مش محتاج خبير طيران عشان يعرف ان الطياره او لو عمل الحركه تريبلنس زي ما بنقول كده حتى مش سهل. احنا عمالنا نحضر في البرنامج الحقيقه رامز والمنتج عبد الله بالفتوح حضروا في البرنامج حوالي 8 شهور ما بين ان احنا عشان ندور على نوع الطياره المناسب علشان نعرف بيتعمل بيها الموضوع ده. الطياره اللي اتصور بيها البرنامج اسمها سكاي فان 7، هي صناعه اسباني. هي بس احنا مستوردينها من التشيك ساعدنا ده طبعا طارق خبراء سكاي دايف، كلهم خبراء في الطيران وفي القفز بالمظلات، كلهم خبراء اجانب هم اللي ساعدونا في التدوير وفي مش اي طياره كان ينفع نعمل بيها الموضوع ده، لانه الطياره عاديه لو فتحت الباب الضغط هيفجرها. الطياره عاديه لو عملتي بعد كام الف قدم بيها حركات هي غصب عن السائق الكابتن بتاعها هي بتصلح نفسها، وفي بعض الاحيان لو انت وقعتيها فعلا اصابتي توقعيها لو عرفت حاولتي تطلعيها مش هتعرفي تطلعيها. اللي بقوله ده يعني مش يعني ده معدل مش انا مش هم اللي درسوا وعملوا ووصلنا اذروايز تبقي تعملي حركات وبعدين ننزل على الارض بقى ونمثل ان احنا مرعوبين وناس تحدف نفسها يمين وناس تحدف نفسها شمال، فمش كل الجو جو. ومش كلهم عندهم باريس هيلتون و 29 او 30 ضيف من الصف الاول رح تكتشفون، ما فينا نعلن اسمائهم المسا اليوم، بس رح تكتشفون على الشاشه مش عارف